مساء الخير إليكم الأخبار في دقيقة. رئيس زيمبابوي يظهر علناً لأول مرة منذ الانقلاب، حيث وصل إلى حفل تخرج جامعي في العاصمة هاراري وحي الحضور وهو يعلن بداية المراسم. مصادر سياسية تقول إن الاستيلاء الجيش على السلطة يهدف إلى إنهاء حكمه الممتد منذ 37 عاماً. القوات العراقية تحرر آخر معاقل داعش في البلاد بعدما كانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت انطلاق عملية تحرير قضاء راوة من احتلال تنظيم داعش فجر اليوم الجمعة وأعلنت تحريره. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل مع عائلته في قصر الإليزي ظهر السبت كما أعلن مكتب ماكرون الجمعة. وكان قد أكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير الخميس أن الحريري يمكنه مغادرة السعودية وقتما يشاء.